النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس صيفي اعتيادي خلال الأيام القادمة، أيضا طقس مائل للبرودة إلى لطيف على المرتفعات والسهول خلال ساعات الليل، وأيضا هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة. ننتقل الآن إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات نهار اليوم، ولتوضح انتشار بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر في عموم المنطقة الشمالية وأيضا أجزاء من فلسطين ولبنان وسواحل سوريا. هي ناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم. بالمقابل انتشرت أيضا بعض الغيوم العالية والمتوسطة الارتفاع فوق البادية السورية وأيضا أجزاء من شرق المملكة. هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على تلك المناطق، ويتوقع أن تستمر تأثيراتها خلال عطلة نهاية الأسبوع على شرق المملكة، تكون ضعيفة الشدة بالمجمل، فرصة لضخات خفيفة من الأمطار على منطقة أرويشد. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الأربعاء حتى الجمعة. يلاحظ استمرار لسيطرة لكتلة هوائية ذات درجات حرارة اعتيادية، وبالتالي درجات الحرارة ستبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام حتى نهاية الأسبوع، لكن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة، لكن تبقى درجة الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية والساحلية، لكن يكون حار في منطقة الأغوار والبحر الميت وأيضا منطقة العقبة وأيضا المنطقة الشرقية. لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة، يصبح الطقس لطيف إلى بارد نسبيا فوق الجبال والسهول، مع انتشار لبعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة من يومي الخميس والجمعة، ولتوضح استمرار لهبوب الرياح الغربية في عموم مناطق المملكة. تنشط خلال ساعات الظهيرة والعصر، تترافق بهبات نشطة إلى قوية في منطقتي الصفاوي والأزرق وعموم المنطقة الشرقية، تعمل على إثارة الأتربة والغبار خلال ساعات الظهيرة والعصر. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس لطيف إلى بارد نسبيا 19 درجة مئوية فقط متوقعة خلال هذه الليلة مع طقس صافي. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة بإذن الله، يبقى الطقس صيفي اعتيادي حار نسبيا في العاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة، لكن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة، حيث تسجل يوم الخميس 29 درجة مئوية أما الصغرى 19، لكن يوم الجمعة تسجل 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية، لكن اعتبارا من يوم السبت تنخفض أيضا قليلا مجددا، لكن تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام 29 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. في ختام نشرتنا نستعرض إياكم هذا الفيديو من اليابان، حيث تسببت الأمطار الموسمية الهاطلة في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان بحدوث فيضانات جارفة، حيث لقي 56 شخصا حتفهم بسببها بينما فقد 12 شخص آخرين. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.